الملكة لالا كان في واحد اللي هي كاينة واحد تما واحد القاعة تسمى قاعة العرش، كان تيستقبل فيها الاستقبالات ديالو داكشي، وفيها حمام. دخل تخدى الحمام هو وفقير وجيران مولاي حفيد وشكون اخر، تخبى في الحمام وكان عبابو تيفتش عليه ما نجمروش، وكان تيتم هادشي معروف في الجرائد تقال، بحيث هو ما سمعولوش لهذاك عبابو، ما سمعولوش عبابو هو كان بغى يدي يفضي مع النظام ويفضي مع الملكيه في المغرب النهائي بصفه نهائيه. فما عجز باش يعرف محمد اسمه الحسن الثاني فين هو، جاء عندنا وخطب، عمل واحد الخطاب في واحد جوج ولا ثلاثه ديال الجمال، وقلنا هذا عبابه، هذه ثوره الجيش والشعب، هذه ثوره الجيش والشعب هكذا. ودار في واحد صاحبه واحد سوزوفيسي يعني ضابط صغير، قالوا اعطيهم يتعشاو، حيد السفراء، قالوا حيد السفراء وعطيهم يتعشاو في السبعه العشيه. شنو حد اعطيهم يتعشاو في السبعه العشيه؟ قتلو. وكيفاش تحس راسك انك صح؟ فهذا يبقى الانسان بعقله. طبعا 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 بان تنتسناو السبعه العشيه سنعدم، وهذه صعيبه الانسان تيتسنى باش يموت، باش يموت تكون صعيبه، صعيبه شويه. واحد الساعه كان معنا واحد الضابط ديال الطيران، بقى تيمشي على تيحبوا على كلشو على كلشو كلشو كلشو، طلع الهليكوبتر، كانت الهليكوبتر تكون دائما تما في الصخير، بحيث بغى سيدنا تنقل الرباط بسرعه ولا شي حاجه تياخذ الهليكوبتر الله يرحمه. طلع الهليكوبتر تما ونوضها، اعتقد هذوك الناس اللي معنا كلهم على انه هذا ماشي يجيب شي قوه اخرى ولا ماشي يجيب، يعني تفافوا الطائره طارت، الطياره طارت تفافوا. ايزون بيردي كما تيقولوا الفرنساوي، ايزون بيردي البيدال. وهذيك الحاجه الوحيده اللي نجاتنا من الموت هي هذيك الهليكوبتر. عبابو داك الساعه هبط يجري للاذاعه باش يعمل البلاغ ديالو اللي قراه. نعم كان قراه مسكين هذاك اللي بصير اسمه ذاك الملحن عامل، حفظه له وقراه. مشاو عند المغني ما بغاش يقراه هذاك الغلط، هذاك اكبر غلط ارتكبوه، من يهبطوا ما خلاوش مسؤول. سينا في السجن ديال الحمام تيشوف هاد السينما ديزا الفيلم، ملي شاف الاخر زاد وتشتت الدنيا، وهذوك الصبيان ذاك الصبيان ما عرفوا ما يديروا، لان ما بقاش عندهم رئيس، ما عرفوا ما يديروا، تيفتشوا على هاد سيدنا باش يسمع ما كاينش شي سيدنا، حتى شي واحد ما بغى يقتل سيدنا، اعتقدوا على انه لعبوا بهم. تنشوفوا سيدنا خارج من مخبئه، وهذوك جوج او ثلاثه ديال الدراري اسمها هابزين اللي تخيط لنا باش ما يخليوناش نهربوا ولا نسمو، اجيو نتوما. عرفتي شكون هذا؟ ابدا عرفتي شكون هذا؟ هذا الحسن الثاني، حط السلاح في الارض. ديك الساعه حطوا السلاح في الارض وجاو تيطيحوا له على يديه وتيبوسوها. دار فينا حنا قالوا نوضوا، وانتم رجال
ماشي شميت، نوضوا وقفوا على رجليكم. وقفنا على رجلينا، فاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.